كييف عاصمة أوكرانيا وأكبر مدنها، تقع شمال وسط البلاد على نهر النيبر في منطقة غنية بالزراعة، وتتميز بمبانٍ يرجع تاريخها إلى العصور الوسطى إلى جانب المباني الحديثة. ولتفردها في البناء والتصاميم المعمارية الساحرة تعددت تسمياتها، ومن بينها مدينة القباب الذهبية، مدينة التل، عروس نهر النيبر، مدينة الفايكينج والمحاربين، مدينة الأساطير ونبوءة القديسين. يحكى أن القديس أندراوس تنبأ ببناء المدينة قبل قرون، وبعد نحو 400 عام تحققت النبوءة على أيدي الأشقاء كي، شكيم، خوديف وشقيقتهم ليبيديو، حين قرروا أن يبنوا قريتهم على سفح التل وأطلقوا عليها اسم الشقيق الأكبر كي، لتحمل فيما بعد اسم كييف المعروفة حالياً بعاصمة أوكرانيا، التي أصبحت مركزاً تجارياً وملاحياً يربط أوروبا بالعالم أجمع. في عام 1240 دمر المغول معظم أجزاء المدينة، وأعيد بناؤها في القرن الرابع عشر الميلادي. وفي عام 1991 أعلنت جمهورية أوكرانيا استقلالها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وظلت كييف هي العاصمة الأوكرانية إلى اليوم. تتعرض كييف حالياً لاجتياح روسي مرعب، في الوقت الذي تقاوم فيه ببسالة وشجاعة منقطعي النظير، وتظل كييف أسطورة المدن الأوروبية على مر العصور.